يقول أنت الوهابية تقولون كذا وكذا، ما قال وهابي، اللي قال الله عز وجل. أنتم تمنعون من سؤال الصالحين، من دعاء الأولياء، من الوهابي اللي قالوا أم الله الذي جل وعلا قال؟ قالوا هكذا يأتي آخرون من الجهمية والمعتزلة والإباضية، أنتم تقولون لله وجه. احنا قلنا ولا من الذي قال؟ الله عز وجل. يقولون الله جل وعلا فوق العرش، ما الذي قال يخاف ربه من فوقهم؟ ما الذي قال وهو القاهر فوق عباده؟ ما الذي قال رحمن العرش استوى؟ الوهابية ولا الله الذي قال؟ هو ايش؟ ما يستطيع يقول قال الله كذا وانا اقول خلاف ما قال الله، فينسب هذا القول الى من؟ الى من يعتقد الاعتقاد الكتاب، فيقول تقولون ها؟ قالوا هكذا ممن يقول انتم تقولون اسمع واطع ها؟ وان ضرب ظهرك انتم تقولون، من القائل؟ يعني تريد رد على النبي عليه الصلاه والسلام احسن، لما ترد علي انا وانا انقل على النبي عليه الصلاه والسلام، رد. فسبحان الله هؤلاء، يعني ابو بكر الصديق قال هذا ليس بكلام ولا بكلام صاحب، هذا كلام الله. واحد مره ناقش معه صوفي فاقسم بغير الله، قلت شوف تحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. فقال وهابي تكفرون. قلت له لا مش هذا ليه كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. إذا هذا تكفير فاللي كفرك من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تعتبر من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك تكفير لك، ها الجملة هاي تكفير لك، يكون اللي كفرك من؟ القائل لك. شوف كيد هؤلاء، تقول لهم قال الله يقول قال الوهابية، الوهابية يقولون. تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون وهابية يقولون. تقول لهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون أنتم علماء السلطان تقولون. لا ما قلت أنا أنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تنسب لي وأنا ناقل. أرأيتم لو أن شخصا ما دخل في مسابقة شعرية فأتى بقصيدة لشاعر فحل، شاعر كسر الحجر بشعره، حفظها ودخل فيها المسابقة لينال المركز الأول، تقبل منه ولا تقبل منه؟ لأنه إيش؟ ما قال القصيدة، هو نقلها عن واحد. وإذا هؤلاء اللدن اللي أمامه يقول يعني أنت داخل بقصيدة